بسم الله. هو طبعا الميزة فيه انه الريادة وهي يعني دعم لشركة سعودية رائدة ومميزة، يعني يحتاج انه ينتقل على المرحلة القادمة اللي يقولونها انه يكون ملتقى مبادرات، بعد كذا يبدأ في تحالفات، يبدأ في شركات قائمة منها. وطبعا انا من ناحيتي ارجع وادعم واكد على الدعم للمسؤولية الاجتماعية، واللي هو هذا هدف من وجودي ودعم الشركة. طبعا يعني كلمة تاجر تتكون من 4 أحرف: التاء التقوى، الالف الامانة، الجيم الجرأة، الراء الرحمة. فإذا تكوى هذه الأحرف هذه والصفات هذه تكوى يعني كانت في الشخص نفسه، يعني رب سبحانه بيوفق له وبيبارك له. رجال وسيدات الأعمال متخصصين في مجال السياحة والاستثمارات، هو أول لقاء تنظمه شركة سلطان بن خميس. بإذن الله تعالى هذا اللقاء حيكون بجدولة محددة سيتم العمل عليها، غالبا راح يكون كل 3 شهور تقريبا في عدة دول سيتم تحديدها لاحقا بإذن الله تعالى. يسعدنا في صحيفة الأنباء العربية نتقدم بشكر جزيل مجمع سلطان بن خميس للأثاث وتأثيث الفنادق على إتاحة الفرصة لنا لتنظيم فعاليات ملتقى بصمة الأول لاستثمار السياحة على مستوى الوطن العربي، ونأمل إن شاء الله نلتقي بكم في بصمة 2 و3 و4 خلال عامين 2018 و2019. وإلى اللقاء.